افتتح وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط 3 مساجد بالمحافظة. وكان وزير الأوقاف قد قال في وقت سابق إن الوزارة ستفتتح اليوم أيضا 27 مسجدا في 9 محافظات ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي حتى تاريخه 535 مسجدا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا وليد هيكل. وليد، تفاصيل أكثر عن هذه الافتتاحات بمحافظة أسيوط والمحافظات الأخرى. نعم شروات، بالفعل نحن متواجدون هنا معكم على أرض محافظة أسيوط لنرصد افتتاحات عدد من المساجد الجديدة. كما ذكر الخبر معك شروات الآن أنهم 7 مساجد جديدة هنا على أرض محافظة أسيوط، ضمنهم مسجد الأمير سنان الذي نحن متواجدون به الآن. هذا المسجد الذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة قاربة 15 مليون جنيه وعلى مساحة 1200 متر بطراز معماري فريد. لكن مزيد شرويت عن تلك الافتتاحات، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وسيادة اللواء محافظ أسيوط. سيادة وزير الأوقاف، ماذا عن افتتاحات هذه المساجد؟ ربما تابعنا مع سيادتكم خلال الأسابيع الماضية افتتاحات عدد كبير من المساجد، ربما تلك هي دلالة كذلك رسالة توصلها الدولة المصرية إلى كل من ينكر تلك الافتتاحات والتعمير الذي يحدث بالفعل على أرض الدولة المصرية. أولا بداية أنا بشكر سيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وأشكر أيضا المنطقة الجنوبية لقواتنا المسلحة الباسلة على هذه الدعوة الكريمة. وإن شاء الله اليوم لدينا لقاء مفتوح مع المنطقة الجنوبية بتنظمه. هذا المسجد بهذا الجمال، هكذا تكون المساجد، ودعا لإقامة أي زوايا جديدة. حقيقة اليوم احنا بيتم افتتاح 29 مسجدا، 29 مسجد، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 535 مسجد، منها نحو 60 مسجد هنا في أسيوط تم افتتاحها خلال ال3 أشهر الماضية. نحو 60 مسجد في أسيوط، الحقيقة دي نقلة نوعية. جانب المهم جدا، احنا النهاردة كنا بنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، ان المساجد لها رسالة عظيمة إضافة إلى الجو الروحي، هي وسيلة أيضا للوعي وبناء الوعي. واليوم كنا بنتحدث عن أمر في غاية الأهمية، الحفظ على العرض، على الشرف، على القيم، على الأخلاق. ديننا دين الوسطية، لا تشدد ولا تسيب، لا تطرف ولا انحلال أخلاقي. عندما نفهم ديننا فهما صحيحا فإنه سيسهم في تزكية الأخلاق، لأن الأمم إذا فقدت قيمها وفقدت أخلاقها فقدت إنسانيتها. احنا مرة أخرى بنشكر سيادة المحافظ على هذه الدعوة الكريمة، وبندعو الله أن يتقبل من كل من أسهم في بناء هذا الصح. والحقيقة هذا هو النموذج الذي يعني يليق بمصر وبحضارة مصر في عهد وفي ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما حدث في عمارة المساجد نقلة نوعية، شأن ما حدث في كل جوانب الدولة المصرية. واليوم أنا قلت إن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد سيادة الرئيس في جميع المجالات، الإسكان، الطرق، البنية التحتية، لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد. كل الشكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. واسمح لي شريط أن أنتقل بالحديث مع السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط. سيادة محافظ أسيوط، يعني هناك بالفعل تعاون مثمر بين محافظة أسيوط ووزارة الأوقاف في تشييد وبناء وإحلال وتجديد المساجد الجديدة. هذه الرسالة كيف يذكرها محافظ أسيوط وتكون بالفعل دلالة قوية على بناء وتعمير الدولة المصرية في كافة المجالات وليست المساجد فقط؟ دعني الأول بس أشكر جزيل الشكر والتقدير والاحترام لمعالي وزير الأوقاف، تشريف النهاردة أرض محافظة أسيوط، ادخلوا البسمة والسعادة والسرور في قلوب أهلي في محافظة أسيوط. جزيل الشكر والتقدير لسيادته، جزيل الشكر والتقدير لرجال وزارة الأوقاف جميعا.
حقيقي احنا النهارده بنشهد احد المساجد، وفي مساجد ثانيه اخرى برضه هتبقى النهارده بمشيئه الله تعالى، دي استمرارا لخلال الشهور اللي فاتت من افتتاحات جديده لمساجد جديده لتطوير وتجديد لمساجد اخرى في محافظه اسيوط. زي ما معالي الوزير قال احنا بس خلال الشهور البسيطه الثلاث اشهر اللي فاتوا 60 مسجد على ارض محافظه اسيوط. حقيقي يعني الطفره اللي بتحصل في المساجد على مستوى المحافظه وعلى مستوى مصر كلها حقيقي طفره غير مسبوقه في عهد القياده السياسيه. حقيقي فعلا جزيل الشكر، جزيل الشكر. الحمد لله تعالى هناك تعاون وتعاون وثيق ما بين معالي الوزير ورجال الاوقاف يعني في اسيوط، كل ده بيصب في خير بلدنا وخير شعبنا. يا رب باذن الله ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ شعبنا يا رب بمشيئه الله تعالى وينعم دايما بالامن والايمان علينا. كل شكر لحضرتك سيدة اللواء عصام صحتي محافظ اسيوط. اذا زميلتي العزيزة شروت، بالفعل افتتاح عدد 7 مساكن جديدة هنا في محافظة اسيوط بتكلفة تقارب 30 مليون جنيه، دلالة ولا اقوى على تعمير الدولة المصرية. اذا من هنا من مسجد الامير سنان بديروت الشريف، بالفعل هذه التحفة المعمارية والتي بالفعل تهتم وزارة الاوقاف كما تعتني بالمساجد الجديدة تعتني ايضا بالمساجد الاثرية والتاريخية، وتلك هي اكبر دلالة على الاهتمام بالبناء والتعمير والمساجد. اليك في الاستوديو شرويت. شكرا وليد هيكل مراسلنا كان معنا من أسيوط ومتابعة لافتتاح 7 مساجد في محافظة أسيوط و27 مسجد آخر في المحافظات الأخرى.